قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فإذا سمعها ألقاها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. ربما سبق معنا في النحو أنها قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، والذي يظهر أنها هنا تفيد التكثير، وذلك أن الشهاب يدركه فيحرقه. وربما ألقاها قبل أن يدركه، فتكون ربما الأخيرة للتقليل، وذلك لأن الله عز وجل قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.